إشارة خفتوها ما تنشهروش بالناس، يعني تطلب من كعب ركب عدم ديك الأسماء ديال الأشخاص، ولا في انتظار لحظات قليلة لكي يلتقوا بين السادة المشاهدين الكرام، باش يشوفوا القصة ديالك. إذا تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من إقليم لفقية بن صالح، وبالضبط بمدينة سوق السبت أولى دنمة. شابة في عمرها 25 سنة، فدوى نكرهها خوتها من الأب ديالها، يعني فاش كان الأب ديالها في الحياة كانت أختهم. للأسف الشديد نهار توفى الأب ديالها بنهار بيومين مبقاتش أختهم. هذه قصة صادمة جدا، وهي كذلك في نفس الوقت للعبرة. غادي نخلي فدوى هي اللي غادي تتكلف وتحكي لكم اشنو اللي جرى لها مع خوتها من الاب ديالها، وكذلك بعض التفاصيل الصادمة. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الاسم فدوى الكح، من مدينة سوق السبت، العمر 25 سنة. اليوم بغيت نهضر في واحد القضية ديال الإرث مع الأخ ديالي، إخوان ديالك؟ الاخ والاخوات ديالي، اللي حنا اربعه ديال الاخوان. جيت باش هاد الربعة ديال الإخوان، ثلاثة من الأب ديالك، أنت الأب ديالك يعني والدك بوحدك مع امرأة أخرى، ماشي من الأم ديالك. لا، كانت توفى ليا الوالد 22 في شهر 3 2022. 2022 هاد العام. ملي توفى ليا الوالد ديالي مشيت باش انني نعزي، ما خلاونيش كاع ندخل باش نعزي في الوالد ديالي ولا نتسامح انا وياه. ما كنتيش كتعيشي مع الوالد ما ديالك؟ كنعيش معاه، وانما كنت كنمشي فين ما كتهضري كانت شي عليه باخويا؟ مناسبة تندير صلة الرحم انا معاه ديما. ملي توفى ما خلاونيش نشوفه، غير دخلوا الناس الله يجازيهم بخير، هما اللي خلاوني باش دخلت شفتو تسامحت معاه. من بعد دازت واحد اليومين، جاو الاخ ديالي والعمام ديوني. واش في قبل ما يتوفى الوالد ديالك الله يرحمه، واش كانوا تيقولوا لك انت اختنا؟ الوالد ديالي راه كنت كنقرا انا لا بروتيزونتير في مراكش، كان كي يصرف عليا، كيعاون الوالده حتى هي، مع كانت كتقريني بالفلوس كيعاونها، يعني كيعطيني يعني بخبار المحكمة وكل شيء، يعني ماشي يعني كيعترفوا بيا، يعني اي مناسبة كيف ما بغات تكون كنمشي عندهم انا، غير الا ما كانش في خباري وصافي. ملي توفى الوالد داز واحد اليومين، جاو عند الوالدة ديالي، انا ديك الساعة مريضة، كيطالبوا بالارث. يديروا عدد الموتى والوراثة. ايه، بغاو يديروها فريمون. درنا ديك عدد الورثة وجمعنا عليها كاملين. من بعد صافي ولاو كيتفاصلوا معايا ملي حسبوا، مشينا وحسبوا داكشي اللي بغاو يحسبوا، حيت كاينين ديور، كاينين 3 ديال الطوموبيلات وكاميو وفيرما والديبوات ديال الزيتون، عاد داكشي ديال الدين اللي مخلي عند الناس، الزيتون اللي خلى الزيس، يعني خلى بزاف، ماشي شي حاجه اللي قليله نقولوا، ماشي مشكل. كذلك إشارة ما تذكرش ان اسم الشركة من فضلك، اسم الشركة ديال الاب ديالك او شي بنك اللي تتعامل معاه بدون ذكر الاسماء من فضلك. تفضل. صافي، ملي جاو تجمعنا، جابوا العدول، داروا عدد الورثة كيحسبوا، وصلوها المليار. يعني الاب ديالك الله يرحمه خلى لكم مليار في الورث. اي، هادشي اللي باين، مليار باينه. شحال طار فيا انا في ديك المليار؟ 30 مليون. تيتفاصلوا معايا ب 30 مليون يعطيوها ليا. قالوا لك غيعطوك 30 مليون. من بعد قال لك 60 مليون، يعني وتنساح بما تبقى تسالي ما تسولي. صافي، هادشي قالوا لك جاو عندك المنزل ديالك هنا؟ جاو هنايا عندنا وجلسوا، يعني
صافي ملي انا ما قلت لهم هذاك الحساب انا ما عجبنيش، صافي قال لي لا راه خاص عمامي يدخلوا معانا في الارث. قبل ما يجيو عندك عدد الموت والورثة اللي درتو، كان الاسم ديالك دائما الورثة، كان في الوثيقة. كان في الوثيقة. من بعد من بعد قال لي راه خاصك تدخلي معانا عمامي في الارث. قلت ليه انا الا كيتسالوا شي حاجة عندهم شي وثيقة مرحبا ما عنديش مشكل، ما عندهمش راه ما عندي ما ندير ليهم. باش جيت انت تقول لي يا راه عمي كيتسال ولا كان مع الوالد ولا انا ما عارفاش هذاك الشيء، اصلا ما عايشاش معاك باش نعرف واش يعني عاطي الوالد شي حاجه ولا مشروك معاه ولا. انا 25 عام اصلا ما كبرهاش معاهم، يعني باش غادي يجي حتى الاخر يقول لي يا راه غيدخل معايا. صافي ملي رفضت انا ديك الساعه قال ليك يعني فلوس العوده كشي ما غاديش شدي غيديو عمامي، هكا عندي عليها دليل قالها فمه. صافي قلت ليه انا راه داك عندهم شي وثائق مرحبا على راسي وعيني. ملي هربت لي عاوتاني من تما ولا تيقول لي عندنا الدين خاصنا نخلصوا الدين، قلت ليه اللي عنده شي شيك جيبوا ليا لعيبو العار الا ما خلصتش معاك الدين. انت بغيتي تخلصي الدين على الوالد ديالك. اي قال لي عندنا الدين، قلت ليه اللي عنده شي شيك يجيبوا ليا غنخلص معاك لعيبو العار الا ما خلصتش معاك. من بعد كيفاش حتى كنتي في عدد الموت والورثه كان الاسم ديالك داخل ضمنيا وشويه ما بقاش؟ داروا بحال خرجوني انا من هذيك العدد الورثه الاولى اللي كنت معاهم فيها، عاودوا وحده اخرى بالتاريخ ديال شهر 5. الاولى دارت في شهر 4 والثانيه شهر 5. يعني دابا كاينين جوج ديال الوثائق ديال عدد الموت والورثه، اي واحده داخل فيها الاسم ديالك والثانيه ما كاين. اي ما كيعترفش بالنسب ديالي انا واش اختو. ولا كيشكك في النسب ديالك. ولا كيشكك في النسب ديالي. صافي ملي التجأت انا قلت ليه كيفاش هادشي درتي هادي يعني كل واش كيقول شي تيقول لك خاصك الاد دي ان الخبرة الجينية، ايه التحليل الجيني. وي تحليل جيني. صافي ملي قلت ليه انا راه يعني اش هادشي درتي بحال هو ما معتبرنيش انا كاع واش كاينه ولا ما كاينهش. انت الاسم ديالك والنسب في دول الكح، يعني عندك حاله مدنيه، عندك مسجله في القروج، عندك عقد ازدياد، وتم التشكيك في النسب ديالك، كيفاش هادشي؟ هادوك الناس اصلا ما كيعترفوش بيا. عمي راه قال لي ما كنعرفكش اصلا واش خويا عنده شي بنت ولا كان مزوج، هو قال هكا. يعني ملي انا درت الشكايه ديال السرقه الاولى ديال السرقه اللي تهز فيها الزيتون 300 مليون اللي تهزات 300 ديال المليون ديال الزيتون و4 المليون غير زيت تهزات، هذه ما كاينش في داك باقي، ما الوالد ما وصلش حتى السيمانه باش توفى. باقي ما توفى الوالد باقي ما كايناش حتى سيمانه تهز داكشي. ملي قلت ليه علاش هزيتي داكشي قال لك ورا عمامي ملي جا المفوض القضائي راه خافوه هزو داكشي، هكا هو كيقولها. من بعد صافي وصلت درت شكايه للسلطه المحليه ديال قلعه سراغنا، درت هذيك ديال الزوير حتى هي ما بان ليا حتى شي حاجه، يعني كندير شكايه الاولى الثانيه والو ما بان ليا حتى شي حاجه. تطالب من السلطات؟ كنطالب من السلطات المحليه، يعني الجندارم ديال قلعه سراغنه والوكيل الملك ديال قلعه سراغنه انه يدخلوا في هذه القضيه الله يجازيهم بخير، حيت راه ما بان لي حتى شي حاجه، انا ما خليت اي باب توجهت ليه كيتسد في وجهي، حيت هاد الناس قلتي لي خرجوا الفلوس من الكونت بانكير، كيفاش تداو تخرجوا الفلوس من الكونت بانكير نهار بعد الوفاه ولا يومين بعد الوفاه ديال الوالد؟ اي 50 مليون اللي خرجوا اللي تيراو من الكونت بانكير. اي ملي قلت لهم علاش خرجتوها قال لك راه عشيناه ب10 المليون و40 مليون عطيناها شي حد كيتسالها له. واخا وبالنسبه للحساب البنكي الكونت بانكير في اسم من كان؟ في اسم الوالد. ملي مشيت عند المدير ما بغاش يعطيني حتى الروليف ديال الوالد ما بغاش يعطيه مني. واش الوالد ديالك دير شي وكاله لاحد الابناء ديالو اللي هما خوتك؟ لا ما درت حتى شي واحد شي وكاله. ما ديرش لي وكاله باش يخرجوا لك الحساب ديالو؟ لا. وانت خرجوا الفلوس 50 مليون انت خرجت بالضبط الليله ديال العشاء فاش بغاو يديروا لي العشاء في هذيك يعني الليله نهار الوفاه ولا ثاني الوفاه؟ لا الثاني نهار ثاني يوم الوفاه ديالك. يعني ما بين 22 حتى 24 3 بحال هكاك.
بدون استشارة ديالك، بدون العلم ديالك ما وقرايتك. تيشاوروني انا في حتى شي حاجه. الدين شدو داروا في جيوبهم طوموبيلات، درت تعرض خدامي الكاميو خدام ديال كيخدموا بيه، يعني كل شيء اي حاجه درت تعرض كنلقاها محركه. واش كطالبي دابا في الدكتور؟ كان طالب بحقي، بالحق ديالي هو اللي كان طالب، وكان طالب من جلالة الملك نصره الله وحفظه ان شاء الله، والله سبحانه كان طالب انه يبان لي حقي مع هاد الناس، حيت هاد الناس راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا راه ولا نصي غير مرض معاهم، ولا نصي مرض مع هاد الناس هادو. واش انتي عندك حالة مدنية؟ عندك كل شيء قانوني، اعتراف بالنسب داخل يعني الوثائق الثبوتية، انتي تتوفر عليها كاملة. قال وثائق ديولي عندي، يعني اللي كتحمل النسب ديالي كامله عندي. هاد الناس لو كان ما كانش عندي النسب، هاد الناس راه ما نفوتش العتبه اصلا. مشاهدينا الكرام، سمعتوا الشابة 25 سنة، يعني كانت أخت ديال الأشقاء ديالها، يعني في الحياة ديال الأب ديالهم الله يرحمه، شوية في النهار الثاني الوفاة ديال الأب الله يرحمه، أو النهار الثالث تيقولوا لها تنشكوا في النسب ديالك، انتي ما عرفناش واش والدك مع ديك السيدة الأخرى، واش انتي بنته ولا ماشي بنته. للأسف الشديد مشاهدينا الكرام، هي قصة صادمة بطبيعة الحال. ما بقى لي إلا نقول لكم إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق. دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وإلى اللقاء.